آه على بالك سيمور إيه سيمور جلال ويانا أهلا وسهلا سيمور. أهلا وسهلا ست رقية، وكل عام أنت بألف خير صحة وسلامة. كل يوم أنت بخير سيمور. سعداء أنه نلتقيك مرة ثانية. إيش وقت راح تجي الإمارات؟ أنا أقول لهم الناس من يجي أسوي لقاء بس يلا يعني نشوفك. تفضل. يعني راح اجي قريبا ان شاء الله، بس يصير لي يعني مجال، يصير لي مجال راح اجي على الامارات والتقي بكم. بس بدايه خليني اعيد على الشعب العراقي كله وعلى الوطن العربي واقول لكم كل عام وانتم بالف خير، ويا ربي هذا العيد يكون خير على بلدي العراق وتنزال هاي الغمه السوداء اللي يعني ما بقت اي انسان بريء، يعني ما تفرق بين انسان بريء وبين انسان مو بريء. فصراحه يعني احنا جدا متالمين وجدا يعني مقهورين من اللي دا يصير في العراق، وابدا مو مرتاحين صراحه. فحبيت اعيدكم وان شاء الله هذا العيد يكون خير على العراق وعلى الوطن العربي كله ان شاء الله. كل ما تنعاد طبعا ذا بويز وهذه اللحظات اللي عشناها ويا سيمور وبقيه المشتركين تحس بسعاده كبيره. حلو واحد اديتي شريط ذكريات، شوف هالشباب العراقيين الحلوه وشلون ابدعوا وشلون حسسونا هيك بسعاده كبيره. سيمور انت كنت تشوف هذه الاغنيه شو تحس كل مره تنعاد؟ نعم شفتها كل مره تنعاد وتشوفها اي يعني ما اعرف، هاي الاغنيه من الاغاني العزيزه على قلبي وكلش احبها طبعا. واغنيه هي للاستاذ الكبير صباح فخري. وحبيت اغنيها بالبرنامج حتى يعني انوع بالالوان، انه انوع انه نغني عراقي مصري حلبي كل شيء يعني. تذكر حكينا وقتها انه انت كنت حريص على التنوع. سيمور الناس مشتاقه لطلتك، يعني احنا من لقائنا لحد الان قول لي شنو اللي استجد بحياتك؟ ايش بتحضر؟ لانه لقائنا كان قبل شهرين تقريبا او اكثر. لا اتوقع قبل قبل شهرين. اللي حضرته طبعا عندي سويت اغنيه اسمها حبك راقي. ونزلت قبل رمضان بايام طبعا، نزلت ونزلت يعني على الراديوهات بالوطن العربي وبالعالم ايضا. ونزلت ايضا موال العراق بعد الاحداث اللي صارت يعني اللي شفتها في الموصل. سويت موال اسمه يا وطن يا الطاهر ترابك. من الحاني وكلمات الشاعر ميثم المالكي. طبعا الاغنيه حبك راقي كلمات الشاعر حامد الغرباوي والحاني وتوزيع عمر صباغ الموزع اللبناني. طيب فنزلت والحمد لله الاغنيه حبك راقي يعني فازت المرتبه الاولى في قناه لبنانيه اسمها اغاني اغاني وفي راديوات يعني ايضا بالعالم العربي والعالم ايضا. الحمد لله. طيب نسمع منك الموال. يلا سمع لكم. اسم الله على اسمك يا وطن يا الطاهر ترابك، لا يهمك اش ما دمره، واصبر اصبر اصبر على مصابك، اسم الله على اسمك يا وطن يا الطاهر ترابك، لا يهمك اش ما دمره، واصبر اصبر على مصابك، شعبك يحبك يا وطن، وما تهم لو عات ومحن عندك رجال
عندك رجال تنتخي وتضمد صوابك، اسم الله على اسمك يا وطن يلطاهر ترابك. ثمار انتهى البرنامج على اشهر، يعني مرات اشهر على انتهاء The Voice. منو انت ما زلت متواصل وياه؟ من المشتركين؟ من الحكام؟ يعني اكيد دا اتواصل ويا الاستاذ صابر رباعي دائما، ودا اتواصل ويا اصدقائي اللي كنا يعني كنا سوا، بس ولو اخر فتره شوي مقصر وياهم صراحه يعني. يعني هالفتره الاخيره يعني مدى اسال ولا هاي شويه انشغالات، واعرف اغلبيتهم زعلانين يعني مني، الاصدقاء اللي كانوا وياي الشباب كلهم اخواني. واني يعني اعتذر منهم يعني، واقول لهم اني اسف وشوي لانه مشغول، وتعرفون يعني الواحد يعني يريد يتقدم ويريد يقدم اشياء جديده، فلازم يعني شويه يكون مشغول بشغله اكثر يعني. وان شاء الله راح تواصل وياكم هالايام، وهذا اللي حبيت اقوله بس. طيب الفنان صابر الرباعي سمع الاغنيه اللي قلت عليها، شو كان تعليقه؟ شنو ايش قال لك عليها؟ اي حبها جدا، وقال اغنيه جميله جدا، وعاشت ايدك يعني بدايه جيده يعني. وهاي شهاده كبيره طبعا لي يعني، استاذ صابر فنان كبير وموسيقار، فلما يوافق على اغنيه مثلا يعني معناها انه يعني اغنيه ناجحه الحمد لله، فهذا الشيء يعني اسعدني جدا وخلاني اتشجع اكثر حتى اقدم اشياء جديده. وعندي طبعا بس توضيح، عندي اغنيه جديده اسمها قرري، اغنيه خليجيه، هي من كلمات الشاعر الشيخ عبد اللطيف ال الشيخ سعودي، والحان زيد الجيلاني ملحن ايضا سعودي، وتوزيع الموزع المصري وليد فايد. راح تنزل ان شاء الله هالايام يعني القادمه، وهي الاغنيه ستايل خليجي اكيد يعني، وراح تحبوها ان شاء الله، اغنيه شويه خفيفه. راح تسجلها وتصورها؟ نعم. راح تصورها؟ اشوف يعني اني راح اشوف نجاحها الصراحه يعني، راح نشوف نجاح الاغنيه شلون راح يكون. راح ننزلها اوديو اول شيء، واذا نجحت يعني نصورها ان شاء الله. ان شاء الله. طب شلونك ويا الفانز؟ هم مزعلهم لو والله؟ لا الفانز هذول حبايبي وحبايب قلبي هذول، اني صراحه كلش سعيد بيهم. وطبعا البارحه كان عيد ميلادي وهنوني كلهم، وكلهم يعني كانوا دا يحتفلون. البارحه عيد ميلادك؟ اي نعم البارحه عيد ميلادك. كل العمر يا سيمور، ان شاء الله صحه وعافيه وتالق ان شاء الله. ان شاء الله اللي يتحقق كل اللي ببالك، لان انت بالفعل تستاهل كل خير. صوت لك، حضور لك، جمهور اثبتت اشياء كثيره انه، فانت يعني لابد ان يكون لك مستقبل يعني جميل في الساحه الفنيه طبعا. طيب سيمور، سمعت شيء بس تاكده او تنفيه، بس حابه اقول انت بعدك حر لو وقعت ويا شركه. لا لا بعدني حر، حر طليق. الحمد لله. لا وقعت لا ويا اي شركه ولا هاي، بس المشكله شوفي هي اني مشكلتي يعني ويا الشركات يعني مو قضيه يعني انه ما اريد شركه، لا مشكلتي هي انه العقد اللي يكون سنين طويله يعني. عرفت شلون؟ يعني مثلا 10 سنين يقول لك عقد 10 سنين، زين 10 سنين من عمري صح؟ وراح اكون مقيد يعني بهالحاله يعني، يمكن ما صار مثلا اتفاق مستقبلا، يمكن ما صار شيء مثلا يعني بيناتنا مثلا ناجح، فهذا خوفي من هالموضوع يعني لا اكثر. فاحب افضل انه اشتغل لوحدي، حتى اذا جت لي فرصه مثلا كبيره يعني بالمستقبل ان شاء الله، حتى اقدر استغلها يعني. هاي كل ما في الموضوع يعني، بس ان شاء الله تستاهل كل خير انت. واكيد يعني الحذر واجب، لانه هذا يتعلق بمستقبلك 10 سنين وخمس سنين. يعني ياما فنانين انا التقيتهم كانوا يتحدثون عن هذه الجزئيه، وشلون هم كانوا ضحيه وقفوا توقف انتاجهم لفتره، وكانوا يخافون، لانه الفنان اذا يملك صوت، اذا يملك موهبه، يعني التواصل هو هذا اللي يخليه دائما في بال الناس، انه تاخذ شركه وبعدين تحرمه بسبب شروط جزائيه وكذا من فنه ومن موهبته، فهذا شيء صعب.
سيمور اسعدني اليوم حضورك مره ثانيه في ظهيره العيد، وان شاء الله يتحقق لنا لقاء هنا في هذا الاستوديو. شكرا لك. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لقناه الشرقيه الرائعه، وشكرا لكل الجمهور اللي بيشوفنا. واقول لكم مره ثانيه كل عام وانتم بألف خير يا ربي، ويا رب هذا العيد راح يكون خير ان شاء الله على العراق وعلى كل الامه العربيه ان شاء الله. ان شاء الله، في امان الله. ان شاء الله. ونعيش اجواء العيد مع اهلنا في المصرف. كل عام وانتم بخير احبتنا جميعا مشاهدي قناه الشرقيه بكل مكان. المعجنات بالعراق بشكل عام والبصره بشكل خاص تقدم لكل الزائرين، الخطار المعيدين ان شاء الله تقدم لهم هذه المعجنات. قبل العراقيين كانوا يصنعوها بايديهم وببيوتهم، اليوم العراقيين ربما لتغير الظروف، زياده في الدخل، يعني شويه بعض العوائل ما تحب تتعب نفسها، ترتب البيوت، ترتب نفسها بعيدا عن الكليجه، فقامت تشتريها من كثير من المحلات. اليوم الاقبال يشهد القمه برغم انه اول ايام عيد الاضحى المبارك.